رجعنا تاني ونرجع بقى نتكلم على السؤال المهم والتشكيل المتوقع. نشوف كده الاهلي التشكيل المتوقع والزمالك. التشكيل المتوقع للاهلي: الشناوي، ياسر ابراهيم، علي معلول، عبد المنعم، هاني، ديانج، سولية، عبد القادر، شريف، قفشه، فتحي. رايك يا كابتن؟ هاني موجود؟ اه خف يا فندم؟ احتمال كبير ان هو يلحق، ده توقع يعني. اه لا ده يعني متوقع. الخط الامامي مين؟ عبد القادر. بس هو هنا 3-2. لا انا بعتقد انه هيبقى في 3، حمدي والسولية وديانج. ما هو اهو حمدي وديانج والسولية. ده انا بالعكس انا بقول لحضرتك خلي بالك ان هو عادل 3 بيلعب 2. اه بالظبط. هي قربت يعني 4-3-3 بس في 2 في 2 ضامين لجوه، عبد القادر وقفشه. معرفش. فهي الـ 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 الطريقة دي كويسة جدا، بس الحاجة الوحيدة فيها اللي هو ما بيأديهاش بشكل كويس قفشة. يعني قفشة لما ما بيتطرف ما بيلعبش كويس لازم يلعب تحت المهاجم. الواجبات بتختلف، واجبات الطرف غير بلاي ميكر. لازم هيدافع على الـ على الـ على الـ على الأجنحة وهيدافع على الباك، فدي هتختلف. معرفش هيبقى فيها موجود قفشة أفضل مكان إيه؟ في نص الملعب 8 او الرقم اللي هو مصر ما بتعرفش غير فيه رقم 10. ده رقم 10. كابتن طارق زمالك الاهلي. هي دي اعتقد دي اقرب فرقه، لان هو الراجل يعني الثلاثه ديفندر دول الاهلي بيلعبوا بشكل كويس، وهما الثلاثه فايقين والثلاثه يعني قصدي ما فيش اصابات. طب اسالك في واحد بس، محمد شريف ولا حسام؟ محمد شريف اعتقد دي افضل. عشان اجيب جونين فيك وبكره يعني ولا؟ لا مش حكايه تجيب جونين يعني، عادي ايه المشكله يعني. لا انت توقعتك ان الراجل يدفع بشريف اعتقد. طيب نخش على تشكيل الزمالك: محمد عواد، حسام عبد المجيد، المسلوسي، الونش، فتوح، امام عاشور، عبد الغني، نيمار، زيزو، شرقي، الجزيري. يعني اعتقد ممكن يبقى في تغيير شويه. في مين؟ ممكن يبدا بالثلاثه اللي هم اللي انت قلت عليهم، الونش وحسام وعبد الغني، على الطرف اليمين المسلوسي، على الطرف عبد الله جمعه او فتوح، واحد فيهم يعني. لانه الماتش اللي فات ابتدى فتوح وغيره. برافو عليك. رؤى وامام. وقدام ثلاثه: بن شرقي، الجزيري، زيزو. كابتن ممكن يبقى نيمار ورقه، ما يبقاش بداية يعني. الثلاثة اللي قدام من أخطر أوراق نادي الزمالك. لا رايح التشكيل كده ولا مع كابتن طارق؟ لا التشكيل الأقرب ده، وهو الاختلاف ما بين نيمار أو عبد الله جمعة. فتوح وعبد الله جمعة. عبد الله جمعة.